يعني هذا اكل هذا اكل سنة. لو غضبان كان ما كان الاكل هذا. اي والله انت صادق. بس هل هيك يا رب بسم الله. هذا ناقصني انا. انا قاعد امشي انزل زين. حياك حياك تفضل. الله لا يوفقك زين. اهلا وسهلا اشرفت الولد ضيف جديد. حياك هذا بدر وهذا محمد وهذاك حمد. بس ما عليك من حمد ترى. احترم نفسك على بالك الله يبيك تخليك عبقري يعني. مشكور انا خالد. كان انت من اللي قال؟ اي تعال شو مسوي؟ حرامك شو مسوي شيء؟ يعني مظلوم مثلنا. شنو كنت تشتغل قبل ما تجي؟ كنت حكواتي يعني اقول قصص. يعني ايش ذكر؟ لا مبلى؟ لا مبلى؟ صدق ما راح اناقشك. ذكرني بقصه الرسول الغبي. انا غبي السابق؟ ايش فيه المرجون؟ هذا المرجون قصته قصه. يقول لك واحد كان محكوم عليه بالاعدام. بس باكر بيطبقون على الحكم باكر. ثاني يوم على الملك قال شوف انا مستعد اعطيك اعفاء بس بشرط ان انت تلاقي المخرج لك طول اليوم تدور المخرج هذا. سكر باب المجنب يا المسجون يدور يمين يسار يرفع السرير ما اعرف ايش هي ملك هذيك السوريه القديمه هناك رفع السوريه لقى باب خشب رفع الباب ونزل لقى دار ينزل تحت كمل يسير 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 جاي يلاقي دواي ثاني ويصعد ويلاقي نفسه برج عالي بالسجن ما سمع شيء عاد مره ثانيه ويدور يمين يسار يمين يسار يمين يسار صار اليوم الثاني يا الملك قال له ها انك ما لقيت وقت يقول انت ضيعتي انا صار طول اليوم ادور واليوم بالعدل قال الملك صدق الباب كان مبطل لو انك مبطل وماشي ما حد دار عني الحين ما نزل عليك الحكم أجنبي حين تزاوج مكان ودور 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 ايش قاعد تسوي يا بدوي؟ رد مكانك يا شوف السجان يا حلو كل اكل واحنا واقفين نعطيك من الجنه. زين زين يا جماعه اللي ما شبع ايش يسوي؟ والله بس الدتور. ايش الدتور؟ هذا اكل انسان طبيعي. هذا اكل صدق شوي بس امي كيف يوفي؟ صدق متى تحسب قيمه الاكل هذا كله؟ لما ما تلقاه من جدار. عمي انا هو بطني محاصر. اقول لك شيء طلع المعين خليني اقول قصه الريال لنفسك اللي جاهد. يلا طبيعي. قول انقال صار يقول لك واحد دوره ما في دوام يا سطر سيارته طفى السياره نزل شاف عياله يلعبون بالحديقه على دوم المجايب ملو تابس دش البيت طالع يمين طالع يسار لان طالت الكل الحين عليها البيوت طالع يمين تلفزيون شغال وصوته عالي يصعد الدرج كل العاب البيت محفوظ ولا تحت ايش الموضوع جاي واحد من المستقبل صاير قلت ليش صاير مره بخير ايش السالفه؟ انت انت مو كل يوم كل ما تدش تسالني سؤال وانت متدرس ايش سويت اليوم؟ قالها عدل قال لك تدري اليوم ايش سويت؟ ايش سويت؟ ما سويت شيء غيرت اوف والله انها ذكيه مش عارف انا ما فهمت شيء والله تصدق شرايا انا اللي قاعد اقول لك القصه يعني ما راح تحس بقيمه شيء الا لما تنحرم منه الذكي يا ذكي زين وين الاكل بالموضوع؟ كذي نظامك ارد حق كتاب يضرك
يا جماعة شو صرت عايشين؟ شو اللي تغير؟ معنا كلهم جاي بعض نفس الحالة. خالد والله ميت في الأجر. عاد كلمة الحق والحق ما ينزعل منه. أنت أول ما يابك سجان ما كنت داش، ما كنت بالك أنا، ما كنت داش مخي. بس طلعت والله خوش ريال، أنا حبيت والله. إيه تحب يا عيني الحجي. شو السالفة يا جماعة؟ أنا مليت ماسكين علي بقى حجي بقى حجي، شو مسوي لكم أنا؟ تلك عنك أنت الحين، خليك معاي ركز. شنو في قصة جديدة شيء مني؟ اطلب من قصة تعال 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 قبل كذي خلنا نقول قصة الله يرضى عليك محمد يلا بخيل يقول لك كان في واحد بخيل 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 يموت على الفلوس هدفه بالدنيا ياخذ الفلوس وذا حد قال له عطني يوهو لا تشوف ايش يسوي بس ملك ملك بس بس يعني كدس كدس بالفلوس فيفتر على الناس ياخذ منهم يروح ولدتشي من قريه لقريه رايح دائما طاح قريه كلهم كلهم ما شاء الله كلهم ناس كرمه. يتحطمون اسمع مثل ما جبتك اقدر اجيب غيرك مو انت ما تدري ايش الوضع داخل السجن يا فهد الوضع قاعد يسوء من اكثر لاكثر يعني لا من اكل ولا من لبس ولا حتى من مخاد شلون تبي لهم هذا كله القصه هذا كان اتفاق من البدايه انت تلهيهم والفلوس توصل لبيتك حق عيالك وانت قلت انك تقدر وانا قلت كلمتي وهذا مصمم قلب شان ما حد يتكلم بس اسمع كلامي زين اذا ما تعدل الوضع خلال يومين اعتبر نفسك برا وشوفك مكان ثاني يلف غير هالمكان خالد ليش صار لك يومين ما عاد بعرفك تلقاه حالك العيشة برا في شيء في شيء لا ما في الله خير ما في اعطيني حريتي اطلق يدي خلاص عاد قلنا ما في شيء لا تسوونه ترى وقفوا معي خالد امش معك يبغى ندق معك تشرفنا
شنو جامدك ماجد؟ انا جامدتي فريق كلنا برا انا ما سويت شيء. يوز على الله يا حمد. قبل لا تجيني شنو كنت تشتغل ماجد؟ انا كنت حكواتي.